طيب ونكمل يا مواليد برج العقرب. طيب عندنا احنا وصلنا لتاريخ من 20 يناير ل 31. تمام، قلنا ان بلوتو عمل اتصال ايجابي مع البيت ال 11 في الحمل، والحوت مع المشتري. طيب الفترة دي روعة جدا للشراكات، لامضاء العقود، للسفريات، لانك منتظر مثلا عامل انترفيو ومنتظر الشركة اللي من خارج البلد ترد عليك. الفترة دي حلوة جدا، عندك انفتاحات من الحظوظ رائعة من بدايات 20 يناير ل 31. طيب اتصال، في اتصال سلبي شوية مع البيت الاول بالمريخ بالجوزاء، بس المريخ وقف تراجع فمش هيأثر على الحضور معاك قوي بشكل كبير زي بدايات الشهر. طيب المريخ عمل اتصال ايجابي مع البيت الثامن في الجدي، برضو استمرارية حقك في الورث او الحق من مثلا من اموال الغير، ورث مثلا، منتظر ان انت مثلا بتدير اموال الغير، فنقدر نقول ان انت الفترة دي هيبقى واثق فيك اكتر، هيعتمد عليك اكتر في ادارة المال لو انت بتشتغل في بنك وبتدير اموال غيرك. فالفترة دي احتمال برضو تترقى او تاخد منصب اعلى في عملك او في مجال شغلك ده اللي في البنوك او مجالات الاموال عامة. لو مقدم في وظيفة ليها علاقة بالماليات برضو او الاموال، ففي انفراجات عندك في هذا الجانب. طيب نقدر نقول ان زحل الدلو لازال موجود، والمشتري بالحمل وجونه بالحمل مش هيأثر عليك سلبا برضو الفترة دي، فترة حظوظ وإيجابيات عالية. فترة 31 يناير العقرب في البيت الخامس، نقدر نقول ان الفترة دي بقى انت هتبقى طاقتك إيجابية، مبسوط، أمورك المادية تظبطت تمام. من 20 يناير هيبقى طاقتك الإيجابية عالية، هتطلع بقى ترفيه، سفريات، هيبقى عندك ظهور، هتبقى مرفه عن نفسك، تروح جيم، تاخد بالك من نفسك، تاخد بالك من صحتك. عندك بلوتو هيبقى في البيت الثامن، لازالت طاقة لو في حق متأخر عليك، مطلقة امرأة برج العقرب برضو، لو منتظرة فلوس ليها أو قضية أو رفع دعاوي قضائية ومنتظرة رد، الفترة دي حلوة جدا لهذا الجانب. المتزوجين من برج العقرب الطاقة الجسدية عندهم هتبقى عالية، لو في مشاكل بين الزوجين هتتحل أو هتعدي، في جو وئام ودفء أسري حلو. المريخ هيبقى في البيت ال 12 في الجوزاء، روحانياتك الفترة دي هتبقى عالية، الحدث الحاسة السادسة المعروفة عند موارد برج العقرب هتبقى عالية، هتخدمك أوي الفترة دي. في انفراجات، لو كان عندك مصاعب أو أزمات مادية أو ديون، في انفراجات على هذا الصعيد. برضو على فكرة بلوتو في البيت الثامن في الجدي، احتمال تجيلك مساعدات مالية من صديق أو مساعدات مادية من الآخرين، لو أنت طالب سلفة مثلا هيجيلك رد بالموضوع ده. طيب بلوتو عامل اتصال إيجابي في البيت العاشر، الأمور المهنية عندك مستقرة ثابتة، احتمال تجيلك نقل عملية أو ترقية أو تكريم فجائي ما كنتش تتوقعه، عندك ظهور، عندك حضور، عندك شهرة، الأنظار عليك عالية الفترة دي، حلوة للمبيعات والتسويق والعرض المنتجات. المريخ عمل اتصال سلبي مع الزهرة، حاذر الفترة دي من الشك في الشريك لو متزوج من رجل العقرب أو متزوج من امرأة برج عقرب، حذره من طاقة الشك اللي ممكن تعمل خلافات شوية في العاطفة بينك وبين الشريكة يا مواليد برج العقرب. طيب عندنا في اتصال ايجابي مع البيت السابع والثامن مع عطارد وبلوتو. طيب زي ما قلنا الامور الماليه اللي من الاخرين، حق، ورث، مطلقه امراه برج العقرب منتظره رد في قضيه معينه، عندها نصر على هذا، على الخصم او على اللي رفع عليه قضيه عامه، عندها نصر. طيب كده تمام، نتاكد بقى طاقيا عزباء مواليد برج العقرب، هل هذا الشهر يناير من 1 يناير ل 31 عزباء برج العقرب رجل أو امرأة، هل في فرص للارتباط؟ طيب حلو، بصي بالنسبة لعزباء امرأة برج العقرب أو الرجل، نقدر نقول ان الفترة دي انت هتحس باستشفاء من طاقات سلبية من حسد او حقد كنت بتمر فيه، كان عمل لك تعطيل او عكوسات في الاستقرار او الارتباط. انت منتظرة شريك كان بقاله فترة محسسك بالاهمال، والعكس على الرجل، يعني الكلام ده للجنسين، ففي شريك كنت منفصلة عنه، يعني ممكن تكوني عزباء بس مطلقة مثلا بس اسمك عزباء، احتمال عودة شريك ليكي بينك وبينه أطفال هيرجع لك وهيشوف انه ظلمك وهيرجع لك وانتي منتظرة أصلا. أو في امرأة برج عقرب عزباء بقالها فترة بتتمنى شخص معين بتكراش عليه، الشخص ده هيكلمها وهيبتدي
يقرب منها وهيبتدي تحس ان العلاقة فيها بدايات حلوة. طيب احتمال لبعض مواليد برج العقرب المتزوجة، في عندها احتمال خبر حمل، عندك حمل. في اللي ما كانتش بتخلف احتمال برضو خبر انها تسمع ان يعني العملية اللي عاملاها بخصوص الانجاب نجحت، وفي خبر حمل. طيب بالنسبة للمنفصلة من امرأة برج العقرب، وضعها ايه؟ عندك علاقتين، شريك من الماضي هيحاول يرجع لك كنتي مرتبطة بيه، وشريك جديد هيدخل حياتك ويبقى عايز ياخد العلاقة دي ارتباط واستقرار، يعني هتحسي ان هو داخل جد، مش هتتعبي معاه، واضح صريح ناضج عارف عاوز ايه من العلاقة، فهتبقي حيرانة بين علاقتين، واحتمال هيبقى في بينكم فروقات يكبر او اصغر منك او العكس. طيب والمرتبطة في امرأة برج العقرب عندها استقرار عاطفي او رجل برج العقرب؟ المرتبطين من برج العقرب في علاقة عاطفية في فترة عزلة من الشريك، او انتوا الاتنين احتمال عاملين بعض بلوكات او متخانقين بسبب انه بيهرب من الزواج منك، بسبب انه عنده ديون او ظروف مادية مش متظبطة، سواء رجل برج العقرب المرتبط برجل برج عقرب او امرأة، احتمال تكون في بينكم بلوكات او بتهربوا بسبب يعني مش عاوز ارتبط دلوقتي عليا ديون او عليا مشاكل. الشخص ده هيرجع لك وهيقدم لك العرض ويقول لك يلا نرتبط بعد فترة عزلة هتاخد لها اسبوعين، يعني احتمال هيرجع لك على 20 يناير، او هترجع لك من بعد فترة توقف تراجع المريخ اللي من 20 يناير. طيب الامور المهنية لمواليد برج العقرب الشهر يناير، حلو، شهر الشراكات السعيدة، حذر من الغيرة أو الحسد من زملاء العمل اللي أنا نبهتك عنهم. الوضع المالي لمواليد برج العقرب، حلو، في ازدهار ونمو مالي، بس حذر من حد بيحسدك في رزقك يا برج العقرب، وللأسف من الأقارب خلي بالك. طيب الأمور العملية، هل ثابتة ومستقرة رغم الصراعات والخصوم إلا أنها مستقرة؟ طيب الوضع الصحي لمواليد برج العقرب، الوضع الصحي نقدر نقول انك مسيطر على بعض الامراض المزمنة، حذر بس من الضغط والتفكير المستمر بالذات قبل ما بتنام، بلاش الافكار السلبية والسامة بالليل قبل ما تنام، ان شاء الله هتفرج يا برج العقرب عليك من بعد يوم 20. بالنسبة للسفر، هذا الشهر مناسب للسفر لبرج العقرب ولا لأ؟ ينصح انك تأجله ليوم 20 يناير بالنسبة للسفريات. طيب وبالنسبة للتعليم، طلاب برج العقرب الأطفال أو اللي في تعليم عامة أو دراسة عندهم نجاحات، انتوا عندكم إن شاء الله نجاحات وتفوق في الدراسة لأنكم بتسهروا مش بتناموا الليل، عاملين مجهود جبار، وإن شاء الله بإذن الله في نتيجة مفرحة، أو يعني إن الشهادة أو النتيجة في الآخر هتبقى مفرحة لكم ولأهلكم، وهتوصلوا للنجاح اللي انتوا منتظرين. تمنياتي لكم بالسعادة.